السلطان جاه إلى جاه سيدنا الله معاه. الله يحفظكم. الله يحفظك. لا لا تبارك الله عليك. الله يعطيك صحتك. وهذا هما المغربيات وهذا هما النساء المغربيات. شكرا لكم علي افضل الصلاه والسلام. تبارك الله عليكم والله يخليكم في هذه البلاد. كنا عنفوش هي عندنا السبيات. احنا بغينا نستقبلكم بطريقتنا الخاصه وبغينا نكرموكم لانكم انتم من حفظه كتاب الله بهذه الطريقه. وغنفروكم بطريقه الخفر ديال الشخصيات الكبار. فما كاينش شي خفر ولا شي حاجه يمكن نعطيوها لكم من غير هذا الشيء. ضرب حمله السلاح والدراجيين اللي حاضرين معنا. شكرا لكم الاساتذه انتم لانكم كسهروا على هذه الفتيات وكتسكنوهم مبادئنا المغربيه القحه. عطاكم الله الصحه. انا حاجه واحده اللي كنسالكم وكنطلبها منكم وتفكرونا في اي لحظه بانكم تدعيوا مع كل رجل ونساء ديال الامن الوطني. دعيوا معاهم باش نبقاو محافظين على هاد البلاد ويبقى بالامن والسلام والطمانينه اللي كيغيروا منا مجموعه ديال الدول من السلامه ديال هاد البلاد. وحاجه اخرى بغينا لكم تدعيوا مع سيدنا الله ينصره طول العمر والصحه والسلامه والعافيه. وكذلك تدعيوا مع هاد البلاد مع المغاربه كاملين داخل وخارج ارض الوطن من طنجه للكويره ومن وجده للصويره باش نبقاو في ازدهار ونبقاو في تنميه ونبقاو دائما مواصلين في المشوار اللي تحت القياده الرشيده لسيدنا الله ينصره في مختلف المجالات فنيه ثقافيه اقتصاديه رياضيه. نبقاو والرايه ديالنا تبقى كترفرف فوق الرايات ديال العالم. شكرا لكم. ما تنساوش هذا تقليل عليكم بانكم غتدعيو مع المغاربه كاملين. الان غيتم خفركم من طرف فرقه الدراجيين وكذلك حمله السلاح تحت ثقتكم سيداتي وسادتي لهذه الفتيات الرائعات الجميلات. كتخونني اللغه كيخونني المفردات الكلمات ما بقاوش اللي كيوصفوا هاد اللحظات الجميله. اذا تحت ثقتكم مره اخرى اكمل السمع مع الفرقه الدراجيين وحمله السلاح وخفر هاد الفتيات اللي جاونا بعاد على مدينه اكادير 70 كيلومتر. شكرا لهم وشكرا للمغاربه في المكان. ترفو لا اسمع اسمع هاني تخرج عيون ثقتكم سيدتي وسادتي لهذ الفتيات وما قدوة من أهم الأطفال لا تكتبوا في الوجه من حد العلاج. فهذه الفتيات جاونا من منطقة بعيدة وما من حملة وحملة كتاب الله أبو القرآن حامل ختم القرآن الكريم.
تسمعوا الفرقة الهمزية بأصوات الفتيات الجميلات التابعين للمدرسة الخاصة للتعليم العتيق اللي جاونا من منطقة بعيدة على مدينة أكادير. والعناصر الأمنية والأيام أبو الصحة تحتل بهم طريقة خاصة ويتم تكريمهم. تصفيقات كل مدرسة أخرى سيداتي وسادتي، وشكرا لكل نساء ورجال الإعلام حاضرين معنا وبقوة من فعاليات أيام أبو الفتوحة هنا في مدينة أكادير دوحة خلفة. مستمرين إلى غاية 21 من هذا الشهر. الإخوة الراجعين تبارك الله عليكم، وكانت هذه